حاولنا أننا نتكلموا على حساسية الجلوتين أو السيلياك. تكلمنا في التغذية مع الأستاذ حنان أزرقي حول النظام الغذائي وحول أعراض هاد المرض هذا. تكلمنا على هاد الناس هادو كذلك من خلال الجمعية المغربية لذوي حساسية الجلوتين. تكلمنا كذلك مع الدكتور عبد الإله المدني حول هاد الإشارات، حول كذلك الأطفال اللي كيعانيوا وهاد الأسر كذلك التي تعاني في صمت. حساسية الجلوتين كما تعرفنا عليها مستمعينا ومستمعتنا محتاجة لعلاج نهائي وهو النظام الغذائي. كيفاش نعوضوا هاد البروتين ديال الجلوتين في التغذية ديالنا؟ هذا اللي غادي يخلينا نواصلوا مع الأستاذة حنان أزرقي المختصة في التغذية والحمية. موضوعنا صباح الخير لحنان ومرحبا بك. صباح النور الأخت جيهان، صباح النور المستمعين الكرام. مرحبا، نجدد بك تحية دائما لحنان أزرقي. مرحبا. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك. مرحبا. اذا اليوم غتعطينا ولا في هذه اللحظات غتعطينا مجموعه ديال الوصفات خاليه من الجلوتين لاله حنان ازرقي. وي الاخت جيهان، دونك كما قلنا وكما وعدنا المستمعين الكرام غنعطيو وصفات عديده ولا متعدده على اللي خاصه بالناس اللي عندهم حساسيه ديال الجلوتين. نعم. باش نبينوا لهم كونكو راكم نتوما ما محرومينش، ماشي ضروري اننا نمشيو نشريو لي بيسكوي ولا الحلويات ولا مواد غذائيه اللي غنيه بالجلوتين باش اننا نقولوا حنا راه كناكلوا بحال لي زوطر بحال الناس الاخرين. لا، دونك حنايا قبل الا سمحتي الاخت جيهان قبل ما ندوزو الوصفات بغيت نشير واحد النقطه اللي هي مهمه بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه للجلوتين. بغيت نقول لهم انهم يردوا بزاف البال لتيكتاج الملصقات اللي كيكونوا عندنا على المواد الغذائيه، وكاين بزاف ديال الاسماء كيكونوا فيهم في هذه المواد الغذائيه واللي ما كيكونش مكتوب ضروري يكون جلوتين. والناس كيمشيو معاهم وكيشريهم حتى كيقاف الاخر انهم كيجيو الاعراض اللي هضرنا عليهم بحال الاسهالات الى غير ذلك. حيت اون فوا كنعرفوا لا شوت ديال لو ريجيم، انا لو ريجيم ما كاينش، كنعرفوا اول حاجه بالاسهال. نعم. عند اشخاص ولا سمحتي غنذكر بعض العناصر أيه. اللي كيكون عندنا في تيكتاج مثلا كيقاو نشا، كيقاو نشا نشا واحد محطوطة نشا. حنا ما محددين ني نشا ذرة ولا نشا أرز ولا نشا القمح ولا نشا الشعير لا حتى شي حاجة. نعم. كيقاو كذلك لو مالت، لو مالت أيه. مالت كيكون أيه. مال دوز ولا كيقاو مالت أيه. كيقاو مالت أيه. كيقاو بارفا جيليسيون، جيليسيون جيليسيون كيقاو بارفا إيبوتر، هذا إيبوتر يعني لو بلي إيبوتر إيبوتر كيقاو كيقاو كذلك كاميت، كاميت أيه هي راه ديال فيها لو بلي. كيقاو ماتيغ أنيلاسي، ماتيغ أنيلاسي أنيلاسي يعني راه فيها لاميدون. كيقاو كذلك أسيد أميني فيجيتو، أسيد أميني فيجيتو يعني أحماض أمينية نباتية. وحنا أحماض أمينية نباتية يقدر يدخل فيها حتى ديال لو بلي ديال القمح ديال الزرع ديال كاع الأنواع ديال سميتو. كنلقاو بروتين نباتي، بروتين فيجيتال يعني ما محدش لينا. كنلقاو كذلك بولي بيبتيد، بولي بولي بيبتيد بيبتيد بيبتيد. دونك هادو من بين العناصر اللي كنلقاو في كول دو بلي، راه كتبان شي ديجا كيكون فيها لو بلي ديجا راه باين بانه راه فيه فيه الجلوتين. يعني التيكيتا غير كتضمن وحده من هاد الاسماء هنا الخطر، هنا ندقوا ناقص الخطر. وي هنا ناقص الخطر فهادشي راه كون كوا راه كاين فيه الجلوتين. وهذه هي النقطه المهمه اللي بغيت نشير لها. نعم. ودائما خصنا نقراو التيكيتا الشكليه وقت. نعم. الحليب ومشتقات الحليب كاين بعض الشركات اللي كيديروا ضروري الجلوتين. داكوغ، راه ولاو دابا كيشيروا ليها، كانت شحال هذه ما كايناش، ولكن دابا تقننات انهم من الواجب عليهم انهم يشيروا بانهم كيستعملوا الجلوتين سورتو في الحليب ومشتقاته. كاين بعض الناس سورتو الياوغت. نعم. دونك هنا الناس تقول كيعطينا ديك الخطوريه. نعم. اللي كتكون عندنا. دونك هنا الناس شنو كيديروا؟ كيبقى راه الجلوتين راه نباتي، راه ما يكونش عندنا في المواد اللي هما حيوانيه. الوغ كو نو، لي برودوي هادي راه كيكونوا هاد الجلوتين هذا. داكشي عاود داكشي خصنا ضروري نردوا البال اللي تيكتاج. طيب. دونك ندوزو دابا للوصفات. بسم الله. من بين الوصفات اللي كنديرو سورتو خاصه في رمضان كنديرو المخامر. المخامر ايوه. المخامر كيديروها بزاف الناس، احنا راه كيما عرفنا المغاربه كنديروها بزاف. دونك شنو هما المقادير؟ كنديروا جوج ديال البطاطات العبار ديال ربعه، جوج بطاطات العبار ديال ربعه. عندنا معلقه ديال الخميره، معلقه خميره بلديه، ولكن هذه الخميره بلديه سون غلوتين راه كتباع، كاينه خال كاينه موجوده.
جوج معالق ديال سنيدة. جوج معالق كبار سنيدة. ولكن أكدوا على سنيدة وما كنستعملوش السكر كلاسي. إذا السكر كلاسي تا هو فيه الجلوتين. أي حاجة كترجع بودر كيدير لها الجلوتين. واخا. 125 غرام ديال نشا الذرة. 125 غرام نشا الذرة. 125 غرام ديال دقيق الأرز. دقيق الأرز. بيضة. معلقة كبيرة ديال الزبدة. معلقة كبيرة زبدة. ملحة. ملح. والماء الدافي باش كيخلطو. واخا. دونك البطاطا كي ضروري خصنا نسلقوها وتقشر ونحسوها تكون غطي. اها. داكوغ. كنخلطو هاديك البطاطا مع بيضة. السكر. فين كنزيدو الزبدة كنزيدو الملحة عاد اللي ضبط الباقي ديال المقادير. واخا. داكوغ. وكنخلطو هاد داك المدافي ديالنا وكنعطينا نخامر كنخليوها تخمر لينا بيان سوغ حتى 20 دقيقة. حتي شوي نخليوها عاد كنطيبوها بحال الخمر العادي نورمال يعني حتى في اللوغو يعني في المذاق كيجي بحال الخمر الشكل حتى هو وي اكيد شي الوصفات اللي غنعطي كاملين مجربين وداروا في الحميه في شعبه الحميه والتغذيه وداروا دقناهم ما كاين حتى شي فرق بالعكس في واحد اللذه اللي هي رائعه جدا. نعم ونشا ديال الذره والدقيق ديال الارز كيتجمعوا يمكن ديك البيضه هي اللي كتزيد تجمع لينا واقع الخمر فوالا هذيك هي لا ليزون كتسمى اللي كتجمع لينا. نعم هي الرابط دائما الرابط فوالا بحيث لي زاستيس ديال بالنسبه للطبخ ديال التحضيرات ديال المواد اللي اباز ديال الروز ديال الدرك خصهم التقنيه. نعم داروا ديرو شي ليزون باش كتساعدك باش انك تجمع لك داك الدقيق ديال الذره. نعم والاهم من هذا الشيء كامل. نعم ماشي فقط حنا اللي نعطوا رفه حتى داك الضحيه الدقيق ديال الذره اللي شرينا خصنا نعرفوا فين شريناه واش فيه شروط السلامه من الجلوتين. نعم داكوغ دابا الحمد لله كاين جمعيات كيبيعوا الدقيق هذا وكاين الناس اللي كيشريو ديجا فغي خاصين بهذا الجلوتين الطحن الروز ولا الذره ما كيدوزوش فيها شي حاجه ديال البلاح الا دازها شي حاجه راه كديك الريحه كتقلبها كتلصقينا في داك الروز ولا الذره. نعم داكو هذه النقطه المهمه في الوصف. اذا المراحل اللي مر منها هاد النشا ديال الذره وهاد الدقيق ديال الارز لانه وتعرفنا مع لاله الهاشميه هو كاين الماكن ديال الطحين ديال هاد الذره وديال الارز ولكن شويه التكلفه شويه غاليه ويعني الواحد الا خداها يعني تقريبا كتبدا من 1500 درهم على حسب لا كاليتي ولا حسب الجوده. هنا عاوتاني كنردوا البال حتى يعني الجيب ديال المواطن واللي على حنا ماشي كنطلبوا من الناس يشرو الماكينه كاينين محلات اللي كيكونوا خاصين كتدي لهم الروز ولا الذره بحال واحد المحل ما عرفتش اكزاكتومون فين كاين سوق تماره وصلوا قالوا لي الناس اللي عندهم سيلياك اللي كتدي لهم الدقيق وكيطحنوا لك بالكيلو واش 10 درهم الكيلو ولا 5 درهم الكيلو كيطحن لك موشاخ مزيان داكوغ الناس ديال سوق الناس اللي عندهم امكانيات انهم ياخذوا هذه الماكينه علاش ما ياخذوها جميع ما عندهمش امكانيات يمكن يدير هذه الطريقه هذه. نعم وحتى هذه الجمعيات علاش لا تاهما يشروا واحد الماكينه ويوفروها لهاد المستفيدين هادو علاش لا؟ اكيد اكيد دونك كما قلنا بالنسبه دائما في وصفات رمضان حنا ما كاينش شي بيت مغربي ما كنديروش لانام اوراق البسطيله البسطيله بريوات داكشي علاش هاد الناس هادو ما خصناش نحرمهم ونعطيهم ورقه البسطيله اباز ديال فارين سون غلوتان. واخا ورقه بريوات البسطيله طيله ناخذهم حنان اذا تحولتي لشي بلاصه ما يكونش فيها الريح لان الريح دابا كتسمع الريح هكا دونك كيما قلت لكم بالنسبه للورقه ديال البسطيله دابا مزيان ولا مازال الريح؟ لا مزيان غير عطينا ورقه بسطيله شويه باقي شويه ورقه بسطيله اييه دونك 125 غرام ديال الدقيق 125 غرام خالي من الجلوتين اما الروز اما الذره كنعدلو على حسب شنو موجود خالي من الجلوتين اما روز او ذره داكوغ كنديرو 125 غرام يعني كنديرو معاها ربعة ديال الماء هي فيها ربعة ديال الماء صافي كنخلطو هاد العناصر هادي الماء دافي أكيد كنخلطو هاد العناصر وكتكون لا كونسيستانس ليكيد كيكون جاري وملي كنخليوه شي شوية كيتخمر طبيعيا كيبقى يتخمر مكنديروش ليه خميرة مكنديروش الخميرة كنخليوه 20 دقيقة حتى 30 دقيقة أييه من 20 حتى 30 دقيقة أييه وكنديرو بان ماغي أييه حمام مريم فوالا وكنديروا ديك المقيله فاش نديروا ديك الورقه ديال البسطيله كنشدوا الشيته وكنديروا الورقه ديال البسطيله معروفه كي كتصاوب صافي وكتصدق هائله هذه الورقه ديال البسطيله كيعمروها عادي بحال بحال الاخرى العاديه لانه راه كاينه الورقه ديال الروز على الحنان كتباع وي كاينه كتباع ولكن حنا كنقولوا بالنسبه للناس مثلا اللي بغاو يهيئوها في الدار نعم نعم داكوغ دونك نعطيو الوصفه ديال كيكه 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 كذلك
بالنسبه للكيكه كيكون ثلاثه ديال البيضات، ثلاثه البيضات 125 غرام ديال السنيده، السنيده 125 مليلتر ديال الزيت النباتي، 125 مليلتر زيت نباتي، نباتي شويه ديال الملح، الملح ياغورت طبيعي، نعم ما يكونش فيه الجلوتين، نكدو على هذه النقطه، واخا واخا واخا. جوج ديال الخمارات، وهنايا بالنسبه للخماره ديال الحلوى كاينه خماره اللي معروفه ما فيهاش البيضه كتباع الماء للحوانات بنفس الثمن ديال الاخرى، نعم راه هي معروفه، نعم جوج خمارات منها. 100 غرام ديال بودره الكاكاو، 100 غرام بودره الكاكاو، هنا بودره الكاكاو راه ما فيهاش البيضه. طيب الكاكاو هنا كنهضر على الكاكاو المر، ايه داك الطبيعي الصافي المستخلص من الكاكاو، نعم فوالا. بسم الله. هنا جوج معالق ديال نشا الذره، جوج معالق كبار نشا الذره، وكنديروا 200 غرام ديال دقيق الارز، 200 غرام دقيق الارز. هاد الكيكه كتجي هائله جدا وكتجي رطبه ما كتجيش قاصحه نتاتا، يعني حتى بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الحساسيه ديال الجلوتين يقدروا ياخذوها، عاد نعم. بالنسبه للاطفال نعم رائعه جدا، مثلا عندهم مثلا مشاكل ديال الهضم، نعم اللي كياخذوا هاد الكيكه هادي ما غيحسوش بانها كتقل لهم الامعاء ديالهم، نعم خفيفه، نعم خفيفه. بالنسبه للطريقه ديال التحضير كنحضروها بحال اللي كنحضروا الكيكه العاديه، فوالا. بالنسبه للكاكاو حتى بغينا مثلا كنخلطوهم في السعجينه هكا، كاين اللي بغى يذوقوا اللي بغى يديرها قهويه كامله، دونك كتبقى كيستيون ديال لوكو، نعم اختياريه هاد المساله، اختياريه كتجي بحال كيكه عاديه، نعم. دونك دابا غادي ندوزو الخبز الايلان، الخبز بإيلان، إيلان خبز إيلان. دونك لو شوا ديال هاد الوصفة ديال خبز إيلان ما جاش أوازاغ، إيه كيما كنعرفو كيما بين الأعراض اللي قلنا ديال الناس اللي عندهم حساسية للجلوتين، قلنا أنهم كيكون عندهم مشكل امتصاص ديال الكالسيوم، نعم كيما معروف الإيلان أنه غني بالكالسيوم، نعم داكوغ. داكشي علاش حنا اختارينا أننا نديرو لهم هاد الخبز هذا، نعم. شنو كنديرو؟ 80 غرام ديال دقيق الذرة، دقيق الذرة إيه، 80 غرام ديال دقيق الأرز، و 80 غرام ديال إيلان مطحون، إيلان مطحون إيه، يعني نفس الكمية، إيه إيه، معلقة ديال زيت الزيتون، معلقة كبيرة زيت الزيتون، زيت الزيتون، شوية ديال الملحة بيان سور، الملح إيه، ومعلقة ديال السنيدة، معلقة كبيرة سنيدة، ديال السنيدة، لا أنا سنيدة معلقة صغيرة، صغيرة صافي، وي هي معلقة صغيرة ديال الخميرة، من حساسية الجلوتين للسكري نيشان، معلقة صغيرة ديال السنيدة. حيت باش ما يجيش لوكو ديال الخبز حلو، نعم حيت باش يخمر لينا، غير باش يخمر ويتحمر ويطلع شويه، فوالا يتحمر اكزاكتومون. دونك معلقه ديال الخميره كما قلنا، خميره خاليه من الجلوتين، خميره خاليه من الجلوتين، الجلوتين المدافي باش كنعجنو، نعم المدافي، وكنخليوه يخمر مده 30 دقيقه حتى 45 دقيقه، 45 دقيقه وي داكوغ. وهذا الخبز هذا فاش كيبان كنطيبو في مقله، المقله ديك المقله الثقيله، عرفت ايه، كنخليه 10 ديال الدقائق في الجهه زين كنقلبوه، كيتجمع 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 بالتجربه، بالتجربه نعم. غير ما خصناش عاوتاني كثروا الماء، كنحنا كنخلطوا كنشوفوا عندنا ميزان حتى في الطياب، واقيلا خاصو تقنيه يعني محدده، لا 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 داكشي علاش قلنا مثلا شنو هو لاسيس ديالو، هو انه خصو يخمر، خصو يخمر، وابخي ما كيخمر ملي كنديروه في ديك المقله كنخليوه عاوتاني في ديك المقله مده 10 ديال الدقائق، عاوتاني تقلبي الجهه الاخرى باش كيقبض، نعم باش كيقبض اكزاكتومون، نعم داكوغ. دونك هذا بالنسبه للخبز ديال الايلان، نعم. دونك دابا غندوزو البيتزا، بيتزا تبارك الله نوعتي يعني الناس، تبارك الله عليك لاله حنان ازرقي، شكرا لك. حنا الهدف ديالنا كما قلت لك ما يتحرموش، ما يحسوش بالحرمان، وما نبقاش نفكروا دائما خصنا ضروري نشريو هذوك لي برودوي لي كيسون شيغ لي غاليين، داكوغ. دونك بالنسبه للبيتزا كيكون جوج ديال البطاطات، جوج بطاطات، كتكون الخميره كما قلنا البلديه بدون جلوتين، الخميره البلديه اييه، جوج معالق ديال صغار ديال السنيده، جوج معالق صغار سنيده، 125 غرام ديال نشا الذره، نشا الذره، 125 غرام ديال دقيق الارز، دقيق الارز، بيضه، بيضه، معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره، معلقه كبيره زبده، واخا، وهنا شويه ديال الملحه، الملح، وشويه ديال الماء دافي باش نجمعوا العجينه، واخا، صافي.
صافي كنخلطوا هاد العناصر هادو وتخلي شي شويه ديال التخمير ضروري خاصها ضروري التخمير ضروري وعادي كنصوبوا لي بات بغيناها كبيره كنخشيو هذيك في الفرن بغينا نديرو ديمول فرديين اللي بغيتو بزاف وكينقدروا كاع مثلا البارفون كنستعملوا دوك المخامر نحاول الوصفه اللي عطينا هما نديرو سي فون دو فون دو بيتزا اييه يجيو رائعين يجيو رائعين حتى هما ماشي مشكل نقدروا نديروهم دونك دابا غندوز للمادلين مادلين اييه دونك بالنسبه للمادلين 100 غرام ديال الزبده 100 غرام زبده 100 غرام ديال سنيده 100 غرام سنيده جوج بيضات جوج بيضات شويه ديال الملح الملح وهنا كنتاكدوا كذلك على الخميره اللي ديال الحلوى خميره الحلوى فونغليتان اييه تاكدوا عليها حتى هي كتكون 75 غرام ديال دقيق الذره دقيق الذره اييه 75 غرام ديال النشا ديال الذره 75 غرام نشا نشا الذره نشا الذره اييه وكنديروا هنا زيست ديال السيترون كنشكو لو زيست ديال السيترون اييه كنخلطوا الناشف بوحدو السوائل بوحدها السوائل بوحدها وكنخلطو اون بليس الخليط كنخلطو جميع وكنخليو 15 دقيقه شي شويه غير شي شويه تخمر لينا ماشي 15 دقيقه على 5 دقائق تخمر لينا ابخي نطيبوها واحد 15 20 مينوت كتجي حتى هي رائعه دونك هنا غندوزو البغرير اييه رمضان غادي يدوز زوين مع الناس ديال الكلوتين ان شاء الله بهاد الوصفات نتمنى انهم يرجعوا لهم اليوتيوب لالا حنان ازكي غير باش نوضحوا هاد الفكره هادي لان الناس كتسال دائما على فين تصنط دازتني هادي عطيونا الوصفات عطيونا المكونات ممكن ترجعوا المدونات التنفوره ان غتلقاو يعني جميع الحلقات مسجله لا بالنسبه للاسبوع اللي كتكون فيه ساره الجندي او الاسبوع اللي كتكون فيه جهان مينا غتاخذوا ثلاثه ديال السوايع كلها بكل فقره بكل الاختصاصات والمواضيع اذا البغرير بسم الله البغرير دونك كنديروا 125 غرام ديال دقيق الارز دقيق الارز 60 غرام ديال نشا الذره 60 غرام نشا الذره بيضه بيضه شويه ديال الملح قبيصه ديال الملح ملح اييه قبيصه ديال السكر سنيده سكر اييه معلقه صغيره ديال الخميره معلقه صغيره خميره وكنديروا معها خميره ديال الحلوه خالية أكيد خالية من البيضة والمدافي المدافي ما كنشوفو باش ما تجيش العجينة ثقيلة بزاف ولا جارية داكوغ كنصوبوها بحال البغرير العادي نعم وكنخليوها تخمر 20 دقيقة وكنطيبوها بحال البغرير العادي صافي في المقلة ديالو الخاصة بالبغرير نعم دابا ندوزو للمسمن المسمن شنو ناخدو بالنسبة للمسمن كنديرو بيضة بيضة 50 غرام ديال الزبده 50 غرام زبده 80 مليلتر ديال الحليب الحليب الكامل مليلتر حليب كامل اييه نفس الكميه ديال الماء نفس الكميه ماء قبصه ديال الملح الملح وكنديروا 60 غرام ديال نشا الذره 60 غرام نشا الذره مع 80 غرام ديال دقيق الارز دقيق الارز دونك دائما كما قلنا كنخلطوا السوائل بوحدهم وكنخلطوا الناشف بوحدو ابخي كنجمعوهم كاملين 30 دقيقه عاد كيخمر عاد كنطيبوهم بحال اللي كنديروا لي كريب نعم نعم بحال اللي كنديروا لي كريب واللي هما كيجيو رغيفات نعم نعم داكوغ اون فوا كنطويوهم كنطيبوهم هكا اييه الوكيله ديالنا كيجيو رائعين جدا كيجيو ناشفين على ما اظن يعني حيت فيهم الزبده ما كيجيوش ناشفين نعم اش كيجيو شويه ميدمين ماشي بزاف ماشي بزاف نورمال نعم داكوغ دونك هنا ندوزو لدقيق الارز دقيق الارز سميتو يا ربي لو بان دو ري خبز الارز خبز الارز طيب دونك بالنسبه للخبز ديال الرز كما كنقولوا كندير 80 غرام ديال دقيق الارز 80 غرام دقيق الارز 80 غرام ديال دقيق الذره دقيق الذره اييه معلقه كبيره ديال نشا الذره معلقه كبيره نشا الذره كنديروا معلقه صغيره ديال الخميره دائما خاليه من الزيت واخا معلقه كبيره زيت البلديه معلقه كبيره زيت بلديه شويه كنديروا ملي اسمها سنيده سنيده قبيصه قبيصه فوالا وكنديروا المدافي مدافي
كنخلطوا هاد العناصر وكنخليوها تخمر مده 20 دقيقه كيكون اللي كيكون شي شويه جاري ياك نعم خليط الخليط كيكون شي شويه جاري ايه وكنخلوه في مقله اللي كتكون ثقيله اللي ما كتلصقش ايه وكنخليوه يخمر عاوتاني ديك المقله مده 10 دقائق ايه وعاد كنغطيوه وكنخليوه يطيب حتى كيتحمر لنا من الكاس كنقلبوه واخا داكوغ دائما المقله اللي ما كتلصقش ثقيله هي اللي كتنفع يعني في هاد في الخبز الوصفات نعم العجائن الا بغينا نقول العجائن ديال هادو ديال نعم دونك دابا غنعطيو الحريره الحريره هنايا حنا كما كنعرفوا كندورو الحريره بالفورس اييه باش نضوروها هاد المره كنديرو مقادير ديال الحريره اللي هي العاديه ولكن هنا كنديرو الطحين ديال الحمص دقيق الحمص طحين الحمص إيه. إذا ما كانش عندنا متوفر كنديرو مثلا إنسوب مثلا عندنا في الدار صوبناها مثلا ديال بطاطا وكوجات كنشدوها هي اللي كنديرو بها الليزون هي اللي كنثقلو بها الحريرة أو صوبة إما كنديرو دقيق الذرة إما كنديرو دقيق الحمص حتى هو خالي من الجلوتين إما كنديرو مثلا كيما قلنا صوبنا إنسوب هو انهم يتبعوا الريجيم ديالهم ويديروا هاد الوصفات حيت شنو كيفي لا ديفيرونس سي جوست سا غير هذا هو المشكل راه ما كاينش اختلاف نهائي لا في المذاق ولا في الشكل كذلك نعم هو العامل النفسي كيلعب بزاف على حنان الازلي عند هاد الناس اكيد العامل النفسي ودابا المشكل اللي كيوقع للناس اللي كيكون عندهم لا مالي ديسيليات اللي كيمشيو سورتو الحفلات نعم كيمشيو للحفلات كيلقاو الناس كياخذوا لي غاتو كيلقى راسو محاصر هذا هو المشكل الوحيد اللي نقدر انني نقول ان هاد الناس هادو كيتعرضوا ليه ولكن نقول لهم صبروا شي شويه ملي كنفكروا لي كومبليكاسيون ديال لا مالادي سيرياك كنقول لهم الاحسن ان الانسان يفكر واحد شويه على انه يعرض الجسم ديالو الامراض والاعراض ديال فوالا وسورتو كنأكد بالنسبه للاطفال عندهم الامهات الاطفال اللي عندهم لا مالادي سيليك ماشي تقول راه حرمت ولدي لا بعطيه غير هاد الشويه هذاك الشويه راه كيبقى فيا كيبقى فيا حيت كنعرفوا الكبده كتحمل كتقولي ما يمكنش يبقى فيا وكنبقاو يعطيوهم بحال نفس الشيء اللي كيديروا الاطفال اللي عندهم مرض السكري كيفاش كنأثروا حنا على الاطفال سورتو ملي كيأثر على النمو ديالهم نعم الاسنان ما كيكبروش راه الطول كيحبس راه كتقطعوا الكلاوي ديالو يعني اي حاجه في الجسم ديالو اللهم نحرمو من الماكله وما يحسش انه ما كيكبرش بحاله بحال الاطفال الاخرين نعم والخطوره لاله حنان الازرقينا من مضاعفات وسرطان الامعاء لاله اكيد الان تيرم نعم الناس اللي ما كيتبعوش ما كيراقبوش راسهم راه عندهم مضاعفات خطيره مضاعفات واحد النقطه واحده اخرى بغيت ناكد عليها بالنسبه لهاد لو ريجيم ديال سون غلوتين الشيء راه ماشي فقط بالنسبه للناس اللي عندهم لا مالادي سيلياك حتى بالنسبه للناس اللي كيحسوا دائما بان عندهم انتفاخ في القولون بالنسبه لو ريجيم سون غلوتين كيساعدهم بزاف انهم يريح لهم القولون ديالهم الامعاء ديالهم مثلا الى حسوا مثلا بانتفاخات الى غير ذلك يديروا لو ريجيم سون غلوتين واحد الوقت فقط واحد الوقت ويرجعوا للماكله ديالهم غير باش يفيدوا وموان ديك الالم يحسوا براحه ولا انتفاخ يحسوا براحه كبيره جدا حنان الزرقي غتكون معنا بعد قليل بشرى من طنجه خوتها فيها هذا المرض هذا وحاولوا بامكانيات بسيطه انهم يعوضوا القمح بمواد اخرى بقي معنا في الاستماع إذا سمحتي ولكل المستمعين والمستمعات